بنروحني بتمكيل زبيدي حق الغداء إن شاء الله. زبيدي عاد؟ لا شكلها بتخليني على حديدة هذه. حاجيك بنجيب تمكيل زبيدي حق مسوي مطبق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بنجيب كل تبينا. أمك شو أخبارها؟ أمي زينة بنجيب على الغداء. بتي إيه؟ هاي البنزين كم كيلو بعد؟ حيا هلا. الله يحييك. وقعدت تالي وهي سعيدة مستانسة ومو صدق أنها تحررت من قيود أبوها ومن المصيبة اللي كان بيقطها فيه. تفضل يا ماما. هذا زبيدي كويتي؟ اي نعم يا ماما زبيدي كويتي. مال اليوم طيب؟ مال اليوم يا ماما، شوف اللي انت عايزاه تحت امرك. فيش نخشوشه. حاضرين. عمتي شنو نخشوشه؟ هذا حتى يبين فريش ولا لا؟ تفضل يا ماما. اي لا فريش فريش. 100%. شوف اللي انت عايزاه تحت امرك. 7 كيلو ابي. حاضرين. كم الكيلو؟ الكيلو 8 يا ماما. زين رخيص. لا زين ناقص دينارين. حاضرين. اذا نزل دينارين ايش فيك؟ وايد عمتي. لا مو وايد. يلا ادفع والحقني. سامعك. شنو تفعل؟ كيلو كم قلت لي؟ 8 و7 كيلو؟ اي كارثة هذه.